يحرروا راسهم. مشاهدي موقع شوف تي في، مساء النور عليكم. في قصة غريبة جدا في زمن كورونا ومتعلقة بفيروس كورونا، سيدة كانت مريضة وكانت كتعالج في مستشفى عمومي اللي هو مستشفى الحسني بداء مرض داء السكري. هذا هو سبب ديال المرض ديالها، وهذا الشيء علاش كانت داخلة المستشفى كتعالج. المشكل الثاني هو سيارة الإسعاف خاصة اللي ما عرفناش شكون اللي اتصل بهم، هادشي هما اللي غادي يقولوا لنا. سيارة خاصة اللي جابتهم مباشرة لهاد لاكلينيك اللي كيتواجد في الوزيز، يعني بدون اختيار ديال العائلة شمن ما الصحة اللي خاصهم يمشيو ليها. المشكل الثالث هو أن السيدة مني في الدخول ديالها لهاد المصحة داروا لها تحليلة باش يعرفوا واش السيدة حاملة للفيروس ولا لا. داروا لها تحليلة طلعات نيجاتيف، يعني ما فيهاش الفيروس. رابع حاجة أن السيدة دخلت هذه 15 يوم، اليوم توفات، واليوم قالوا اليوم بان السيده راه كانت فيها كورونا راه ماتت. المشكل الكبير في هذا الشيء شنو هو؟ انهم طلبوا من ولادها انهم يطلعوا يتسامحوا مع الام ديالهم ويسلموا عليها، يعني قبل ما تخرج الريزلطه. يعني ملي كنوصلوا لهذه المرحله كنكونوا في مرحله الشك، يعني فاش بغاو يخرجوها قالوا لهم لا غدا تبقى، راه كاين واحد التحليله ثانيه ديال فيروس كورونا نشوفوا. يعني ملي كتكون انت غدير تحليله خاصه بفيروس كورونا، يعني كنت انت داخل في مرحله الشك. يعني السيده تقدر تكون نيجاتيف تقدر تكون بوزيتيف، يعني خاصك تحمي الناس اللي غادي يدخلوا عندها. يعني خليتي ولادها داخلين عندها كيبوسوا فيها وكيتسامحوا معها، كاين اللي قرا لها القران، كاين اللي بقى معها شحال ديال الوقت، وهي السيده حامله للفيروس وتوفات. المشكل الخامس اللي كاين هما الفلوس اللي طلبوا لهم 10 مليون. هادشي كامل غادي نفضحوه اليوم، لان هذه كتسمى قنبله ما يمكنش تهاون بصحه المواطنين. حتى الجيران ديالهم مخلوعين دابا، لان السيد ولدها انه البارح دخل عندها واليوم خالط بزاف الناس، وحد الان باقي تا هو مخالط مع هاد الجمعيات الحقوقيه اللي مساندهم. واش حامل للفيروس واش تعادى ولا لا، الله اعلم. شكون اللي غادي يتكلم؟ اعطيه. السلام عليكم. عليكم السلام. عفاكم هذا الفيديو بغينا نبارطاجيو وبغينا نوصلوه، يعني لوزير الصحة يتدخل ويشوف هذه الفضيحة اللي وقعت. قرب عندك الميكروفون. السلام عليكم، معكم عزيز الشوكي، فاعل جمعوي وحقوقي وصحفي من ابناء الحي الحسني. اليوم انا كنسكر هذه الواقعه هذه اللي تعرفوا الناس عندهم منطقه العميس منطقه الحي الحسني الجيران ديالنا. انا اليوم كنتفاجئ بالسيده حليمه موهي توفات نتيجه موهوب، توفات نتيجه اهمال طبي. ما هو الاهمال الطبي؟ احنا اليوم كمشاهدين كنوصلوا لكم هذه الرساله ديال الناس. اليوم اول حاجه هو ان التقرير هذا عندنا شهاده طبيه، شهادة طبية من المختبر كتثبت بأن السيدة هذه نهار 10 في شهر 8 2020 كتثبت بأنها غير حاملة للفيروس. دخلت لهذا الكلينيك هذا منين دخلت نتيجة للسكر أو مضاعفات السكري للمرض ديالها كتعاني منه. خدعات العلاج ما يقارب 12 يوم. إذا بينا اليوم كنتفاجئوا بأن السيدة البارح كنتفاجئوا بأن السيدة توفات. منين درنا لها طلبنا خبرة
او طلبنا التقرير الطبي ديالها، قال لك نتيجه اللي وفات نتيجه عن فيروس كورونا. هاد السيده ما كانتش كتحمل فيروس كورونا، عندنا ما يفيد بذلك. يعني دخلت النهار الاول، دخلت النهار الاول غير مرض السكري. نعم. انتم دابا كتقولوا بانها تعادت هنا في المصحه، كفاعلين جمعويين وكحقوقيين وكنساندوا هاد العائله، كنستنكروا هاد الشيء وكنطلبوا السيد وزير الصحه والسيد الناس المسؤولين ديال هاد المستشفى يفيدونا بما يفيد. حنا دابا توجهنا للضابطه القضائيه من اجل انجاز حضور الشرطه متواجدين. نعم، باش يديروا محضر ديال المعاينه، لان كنعرفوا ان نتيجه الوفاه ديال هاد السيده هذه على النتيجه على قبل كورونا راه لا يمكن انهم غادي يتسلموها، فهم غادي يتسلموها بالطريقه ديالهم. فحنا اليوم كنستنكروا كنطلبوا السيد وزير الداخليه والسيد مدير العام للامن الوطني وكذلك السيد وزير الصحه انه يتدخل، وعندنا ما يفيد ان السيده هذه دخلت لا تحمل الفيروس كورونا. داروا لهم التحليله. هما اللي داروا لهم التحليله، هذا المستشفى بتاريخ نهار 10/8. وحنا من هذا الموقع هذا ديال شوف تي في كاخوان كفاعلين جمعويين كحقوقيين وكمساندين هذه العائله هذه المظلومه، الغريب في الامر ان هذه المستشفى طلبت 10 مليون بدون اجراء عمليه لهذه السيده. السيده راه كانت غير نتيجه للسكري، مرض السكري. يعني غير السكر، مرض السكري، يعني ما كاين لا عمليه جراحيه لا والو. ما كاين لا عمليه جراحيه لا والو. 10 مليون دفعوا. 10 مليون دفعوا منها. دفعوا منها وخذوا 2 مليون قبل. دفعوا 2 مليون، سلموها بارشي و 8 مليون اليوميه زيدوا عنها، راه دابا طلبوها اليوم، زائد المصاريف اليوميه، زائد مصاريف الدفن. والسيد وزير العدل، والسيد وزير الداخليه، الله يرحم لكم الوالدين، لما وقفوا هاد النزيف ديال المستشفيات الصحه. وشوفوا المصحات الخاصه، المصحات الخاصه حنا كنجدكم في اطار فصل 31 من الدستور اللي عندنا حق في الرعايه والسكن والتطبيب. الله يرحم لكم الوالدين، ها هو الابن ديالها غادي يضيف خويا بصوص مرتفع. عفاك. السلام عليكم ورحمه الله، معكم مجدي محمد ابن الضحيه. الوالده ديالي جات هنا طاحت ليا كري في الدار، ديتها سبيطار محمد الخامس الحسني، المستشفى الحسني بحي حسني، المستشفى بحي الحسني. وكان تفاجئ بواحد السياره اللي هي خاصه، قال لك خاصك ديوها لشي بلاصه اللي غادي هنا تلقى العلاج. شكون اللي قال لك ديوها لمصحه خاصه؟ من الشيفور ديال دابا. واش الطبيب اللي قال لك خاصك دير مصحه خاصه ولا السائق ديال لومبيلونس؟ السائق ديال لومبيلونس قال لي غادي نديوها كي غنديها لاي بلاصه بغيت، قال لنا غادي نديوها لكلينيك جراده. دابا بلاتي باش نمشيو دقه دقه. الطبيب قال لك ديها؟ قال لي ديها. شكون اللي قال لك، هو السائق ولا الطبيب؟ الطبيب قال لك غادي تديوها المولي تقول لاي بلاصه هنا. دابا قلت لي السائق، دابا شنو كتقول لي الطبيب؟ انا زكي معايا باش مقوط، حنا عارفين شنو كاين. الطبيب هو اللي قال لنا غاتديوها لبلاصه اخرى، ولكن باش جبنا لهنا للكلينيك هذا السائق. باش نكونوا واضحين. من بعد جبنا لهنايا قال لك ما غاديش تدخل تتحط شيك ديال 20 درهم، 2 مليون. قال لك ما تدخل تتحط شيك ديال 20000 درهم. 20000 درهم. حطيناه، دازت يومين قال لك راه ولات عندك ثلاثه شويه اربعه شويه غدا كل نهار. دازت اربع ايام من 8 ايام من بعد دخلناها، قال لك غادي نديروا لها التيست ديال كورونا. داروه، جا من بعد الجواب باش ما عندهاش نيجاتيف. من بعد دازت سيمانه اخرى قال لك غادي نديروه ليها، ما علموناش حتى بغينا نديوها، قال لك راه كاين واحد التيست كنتسناو فيه اللي هو ديال كورونا ما فراسناش. انت ديك الساعه دخلتي عندها، انت اللي قلتي دخلتي عندها؟ دخلت عندها بالسياره. اي هذا اللي توفات. يعني ملي توفات انت ما عرفاش واش دارت تحليله ولا؟ لا كنا كنا مثلا الاخرابش قال لكم راه دارت تحليله ديال كورونا وماتت بيا بكورونا. قبل من الحاله هذه كان قبل من الحاله باش نعرفها توفات، يعني كانت زياره مع الجوج دخلنا، قال لنا غديوها جهزوا لنا لوبينونس باش ديها للدار، يعني بلا ما يخافوا علينا حنا واش هي. هي ديك الساعه دايره التحليله كتسناو غير في النتيجه. قال لكم ديوها للدار. يعني راه باقا في الحياه غديوها للدار، ما كاينش مشكل. يعني كي داخل في مرحله الشك، يعني تقدر تكون سلبيه ايجابيه. يعني حتى واحد اصلا ما خاصش يدخل عندها. نعم. وما خاصش تغادر المستشفى. وهذا اهمال منهم، لان هاد الناس كانوا عارفين وكانوا متوقعين ان السيده كتحمل الفيروس، ولكن خلاو الابن ديالها انه يدخل لعندها، مع العلم انهم كانوا حاطينها من وراء الزجاج. وهاد السيده ما كانتش كتعاني لا من اثار جانبيه لا من اثار صحيه لا من اثار الاختناق. اذا داخله على مرض السكري داروا لها التحليلات عاديه، كتلقى كتشوف كتهضر عادي، كيجيو عند الناس عاديين. اذا بينا اليوم كنتفاجئوا او البارح كنتفاجئوا. فهاد الاخ كمل. من بعد باش قبلوا باش غنديوها للدار ما كاين حتى مشكل، جاوا لابيناس هنا وقفات،
مشاو الاخوات ديالي باش يهيئوا لنا الجو باش تكون في الدار. واحد ربع ساعه قال لي اجي طلعت قال لي البركه في راسك. تفاجات. انت دابا كنتي خالطتيها وهي مصابه بفيروس كورونا. هذا اللحظه اللي قالوا لي راه توفات طلع سامح معها طلعت والباب محلول ما كاين حتى مشكل. مسيت لها وجهها وقريت عليها القران وكذا. دابا انت ما فيك لا اعراض لا والو حاليا. ما عرفتش راسي دابا المشكل. واش معادي ولا ما معاديش؟ ما عرفتش المشكل دابا. يعني وشكون اللي دخل معاك اخر تما؟ ما دخل ما حتى واحد، الوحيد اللي دخل حيت الخوات مشاو للدار. يعني دابا هذا كيسمى استئثار بارواح الناس. نعم. يعني ما دارت التحليله الا وعدهم نسبه ديال الشك واخا تكون غير 1%. قال لنا عندنا 60% ديال نسبه الشك. عندهم نسبه 60% واخا تكون غير 1%. ما خاصكش تدخل عندها تما تخرج النتيجه 60% ديال النسبه ديال الشك اللي عندها. وكيفاش خلاوك تدخلتي؟ كيفاش دخلوك هما تما لداخل بالسيها؟ اييه نعم. هنا دابا هذا هو الجوهر ديال المشكل. شنو اختي تاتي من البنت ديالها؟ السلام عليكم. انا بغيت نهضر على الحاله ديال الوليده ديالي. ديناها شويه عيانه ليرجونس على حسب السكر طالع ليها. من مشينا تما قال لك خاصكم ديوها لشي بلاصه تعالج فيها. حنا ما عندناش هنا باش نهبطوا ليها السكر هذا. جبناها قال لنا مول لامبيلونس غنديكم كلينيك جراده. يعني هو اللي تحكم؟ هو اللي قال لينا. جينا هنا دخلناها داروا ليها السكالير قال لك مزيانه. السكالير ديال الراس مزيان. شويه ديال السخانه شويه هنا في البلايصه ديال الريا هذا الشيء كله عندها مزيان. غتخليوها هنا غنعالجوها مزيان. خلينا على اساس انها غتكون حاله مستقره مزيانه. تحليله داروها لها على تدازت 3 ايام ولا ما عرفت 4 ايام. قالوا لي لا مزيانه. دخلنا عندها نهار ثاني لا فيروس لا والو. ما عندها والو. فاش دخلت انا جيت هنا وداروا لها تست داروا لها السكالير وكلشي. كنهضر معاها حيدت ليها الخاتم ديالها ديال الدب مسكينه دايره في يدها حيدتها وكتهضر معايا عاديه. قالت لي انا غنديه تتخرج يا امي يمتي بخير وعلى خير. قالت لي ديه الله يرضي عليك. ما كاينه لا كوما لا والو. السيده داخله في حال في الوعي ديالها. مي خرج الدكتور بنفسه قال لي انا السيده على بال. هضرات معايا والسيده على بال وواعيه. الدكتور بنفسه هو اللي قال لينا انا والاخت ديالي. خلينا النهار الثاني جينا نطلع عليها في الصباح كندق عليها هكا من الدجاج هز راسها وبغات تنوض عندي هكا. نهار الايامات الاخرين السيده كوما ما كتحرك ما كتنوض. اش داروا ليها الله اعلم. مي كنسولوهم يوميا ندخلوا عند الطبيب مي كنطلعوا كنسولوهم السيده بحاله مستقره. السيده حاله مستقره. اذا ما داروا ليها حتى حاجه وكيبلوكي في الفلوس. خويا كيخلص ويتلف ما داروا حتى حاجه بالناس. دابا هي ما دارت العمليه الجراحيه لا والو. ما دارت حتى عمليه جراحيه. وطلبوا لكم 10 المليون. اه 10 المليون. ومن غير هكا شفتوا لا فاكتور ديالها 10 المليون شنو فيها؟ ما شفت انا خويا اللي دخل هو اللي كيراقب هذاك الشيء. 20000 درهم ديال الدواء. ديال الدواء ديك ديال الفارماسي. انا فارماسي 20000 درهم. اذا عندها عندها سيروم وعندها لونتي بي لونتي والسيروم لونتي بي هذاك التيو ديال التنفس. ديال التنفس الثنائي. اها هذا ماشي تقريبا 3 ايام قبل ما تموت بيومين. مي دخلت عند الطبيب ما كانوش يخليو الناس يدخلوا في الكاتخيام. دخلت عند الطبيب قلت له ودي بغيتنا نشوف الحاله ديال الوالده ديالي واش كانت مزيان راه نخليوها. كانت الحاله ماشي تلهين ديوها للدار. قال لي بغيت ديوها غتسيني. قلت له ماشي مشكل يجي خويا غيسيني شويه ويقول لي لا غتخليها واحد دو جور نعاودو نديرو ليها الدواء لعل تحسن ونقدروا نعاودوا ليها التحليله. دازت يومين السيده جينا باش البارح دازت على الهضره اللي قال لي يومين. مي جينا البارح نشوفوها وداك الشيء طلع خويا قال لي طلع خويا قال لي لا باش طراجي طلع خويا قال لي راه ودي ديو الوالده ديالكم. يعني التحليله باقا ما خرجاتش؟ باقا ما خرجاتش. مازال ما خرجات. قال لي دي الوالده ديالك للدار وقرب عليها القران. راه السيده هنا ما عندنا حنا ما غنديروا لها دابا حاليا. حتى البارح مي عارفين راسهم اشنو باغيين يديروا. هي هذيك مشينا على اساس حنايا بقى خويا مشينا على اساس ان غادي نصيبوا لها مسكينه بلايصتها وكنتسناو فيها وداك الشيء. اتصلنا خويا قال لنا الوالده الله يرحمها. اذا مي هي عارفين فيها الشك بانها فيها كوفيد. علاش خليتونا حنا دخلنا عندها؟ علاش خليتو خويا يدخل؟ واش نخرجوا حنا المرض نشروه الناس؟ الناس كيجيو عندنا حنايا. وكون ديتوها للدار. وكون ديناها للدار. يعني ضروري غيدخلوا عندكم الجيران غادي يجيو. ضروري غيدخلوا الناس، ضروري غيدخلوا الناس. السيده مي شاكين فيها ما خصناش ندخلوا. نهار الجمعه حلوا لنا الباب، نهار السبت حلوا لنا الباب، دخلنا سال عندها. كلشي الناس دخلوا، وفيها اذا كاين شك ما خصهمش يمنعوا الناس ما ندخلوش عندها. هذا الشيء اللي كاين.
اش بان لك؟ انا كيبان لي كهيئه حقوقيه، كيبان لي كهيئه حقوقيه. شنو غنديروا دابا؟ دير 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 انت دوز معاه في اللايف انت صافي. سير سير. بسم الله الرحمن الرحيم. علاش نكون عند السيد؟ علاش حنايا خلينا هذا النهار الجمعه شاكين فيها؟ غير الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. معك عضو في الرابطه الحسنيه لحقوق الانسان. تستنكروا ما وقع بهذه المسحه الخاصه اللي الاسم ديالها بدون ذاك الاسم. ما هي بدون ذاك الاسم؟ ان هذه العائله هذه كيف يعقل ان هذه العائله هذه تجي تزور المريض ديالهم اللي هو حامل فيروس وانها توفات ويخليو العائله ديالو يطلعوا عندها ويقراو عليها ايات من ذكر الحكيم وهي مصابه بالفيروس؟ حنا هذا السيناريو كامل بغينا غير هذه النقطه هذه نفهموها. السيده حامله الفيروس. اش كنسميو هذه القضيه؟ اهمال. 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 راه ماشي عيد اهمال. من هذا المنبر هذا راه تنسالوا السيد وزير اي الطالب اللي هو وزير الصحه يحقق في هذه النازله هذه كيف يعقل ان العائله نسمحوا لهم انه يزوروا المريض اللي هو ديجا ولو ان التحليله خرجت اليوم ممنوع انهم يدخلوا تتخش التحليله ويعرفوا واش مصاب ولا لا. تطلبوا باش يفتح تحقيق شامل حول هذه القضيه هذه. هذا السيد هذا لو وقعت له شي حاجه راه السبب هما هما هذا المصحف. راه العائله مهده والجيران مهدين وكل شيء مهده. عقل اننا عندنا زرقه 29 زرقه 29 وزرقه حتى زرقه 23 كلهم داروا قاموا بالزيارات والتواصل مع ولادهم. فين هادشي؟ شمن عنوان هادشي؟ هذا في سيد الخادير. وكيفاش هاد المراه 15 يوم ولا 14 يوم دخلت نيجاتيف ما عندهاش وجينا حتى الليله ديال الوفاه ديالها عاد قلنا لها حكا راه عندك وخلوا الناس كيزوروها يعني كيساهموا في الانتشار ديال هذا الوباء. لا يعقل ان مستعجلات وهذا الكلينيك وهذا الشيء كامل والفلوس وكينشروا لنا حنا في الفيروس. كاين اهمال وكاين تضخيم وكاين تجهيل ديال هذا المرض، جاهلين هذا المرض. حنا كهيئه حقوقيه. وكيفاش انا السؤال اللي عندي يعني تخرجت التحليله الاولى سلبيه كيفاش ولات ايجابيه؟ كيفاش وداخل والسيده دخلت ما عندهاش لهذا المرض، ما عندهاش الاعراض، ما عندها والو، جايه عندها غير طونسيون وسكر وتجيب لي انها تجيب لي داخل الكلينيك تاخذ فيروس قدو قداش وفي الاخر طلبوا. دابا هذه القضيه بانت لك انت عاديه انت كحقوقي داخله شخص داخل المصحه يعني غير حامل الفيروس وداروا لي التحليله طلعت سلبيه من بعد كيقول لك ايجابيه. اكثر من ذلك انا دابا كنوجه النداء ديالي المدير مديريه العام للامن الوطني الله يجازيك بخير سي الحموشي. هاد الناس سنتجوا بنا وطلبوا منا التدخل في اطار ما هو قانوني. الله يرحم لك الوالدين. انا كنقول لك المره الثانيه والثالثه راه الضباط الشرطه القضائيه طلبنا منهم انهم ينزلوا لهم محضر ديال الاستماع رفضوا. علاش السيد المصحه دابا طلبنا من الضابطه القضائيه ان تنزل لهم محضر قال لك لا حنا غنصيفطوا المسؤولين دون الاستماع الى المعنيين بالامر كضحايا. علاش السيد علاش 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 السي الحموشي علما اننا مستعدين نديروا وقفه احتجاجيه امام السيد امام ولايه الامن ونضربوا اضراب عن الطعام لان هذا الشيء فات القياس. وانا اللي كنهضر معك عزيز الشوكي وشكرا. واحد القضيه كنزيدها رساله موجهه الى السيد الوكيل العام للمملكه السيد عبد النبوي ما يعرف فيكم في, 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 في الاخلاص ديالكم وفي العداله ديالكم. هاد الناس هادو اولا ما خدموش على انه يحميونا حنا كمواطنين في سيد خادم ان جارتنا مريضه وحامله لنفترض انها حامله للفيروس كاننا نتخبروا ماشي ثلاثه الزرقات ولا اربعه ديال الزرقات ديال الفقراء والازدحام ويجيو حتى الاخر ويطلبوا ويقولوا لنا حكا راه حتى الاخر ليله ديال الوفاه ديالها عاد يقول لك راه حكا كتحمل الفيروس. هذا ظلم. هذا نسيت واحد النقطة ما قلتهاش لك اخويا. فاش جينا لغد لي قلنا ليه علاش ما كتنوضش وداك الشيء قال لي حنا مدخلينا في المرحلة ديال التخدير. التخدير ديال دار شي عملية ولا ما دايرة لا عملية لا والو غير الأكسجين. فين ما فين كنجيو الحالة مستقرة ولكن السيدة مخدرينها. علاش هاد السيدة مخدرينها؟ واش ما غتحل عينيها ما غنشوفوها؟ السيدة حالة مستقرة وكيبلوكو في الفلوس حتى حاجة ما داروها لها حتى علاج ما داروه لها وزيدينا
مي هي في المرحله ديال كوفيد حنا علاش غندخلوا عندها؟ واش ما خافوش علينا؟ علاش ندخلوا عندها؟ ما ندخلوش عندها. علاش خويا دخل عندها؟ او النتيجه باقا ما خرجاتش من ما خاصناش الدخول. النتيجه باقا ما خرجاتش، علاش كانوا غيعطيوها لينا نديوها للدار؟ هاكو ديو امكم للدار قراو عليها، الحليله خاصها تتخرج، عاد يقول لنا ديوها حتى اليوم، عاد ميبلوكاو الفلوس، حكا صافي راه فيها كوفيد ما ديوهاش، اذا هذا تلاعب. تلاعب هذا بزاف. السلام عليكم. انا كنعرف الصحافه هي اللي كتصور، ولكن بغيت نطرح واحد السؤال على الصحافه، علاش ما كيبغيوش يشهروا بهذا الاسم ديال المصحف؟ هذا كيتسمى تشهير. لا 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 سمح لي، لا ماشي دابا انا الناس واقفين على البلد ديال عبد الغني. لا لا الله يجازيك بخير، انا دابا كيرفضوا. لا تسمى نهضروا في هذا الموضوع. السلام عليكم. اسمح لينا، اسمح لينا، شكرا شكرا. صافي بارك، صافي هادشي اللي عندكم. عندنا واحد المحضر بعدا ما بغاوش ينزلوا لينا للضابطه. صافي قالوا هذا اشنو هذا؟ اشنو كنعني حنا باش غنتابعوا الاجراءات القانونيه ديال السيده؟ راه ما يمكنش لينا. بغيتوا تاخذوا النسخه؟ النسخه ديالو ما بغاوش يهبطوا لينا كاع الكلينيك، كاين في الاجراءات اللي داروا وشنو باش اش كانوا كيداويوا هاد المراه؟ اشنو كيديروا؟ علاش كاين في وجه؟ اذا مشاهدي موقع شوف تي في، حاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو لان صحه المواطن مرخصاش، هذا الشيء خاصو يوصل للمسؤولين، يعني وزاره الصحه ووزاره الداخليه تفتح تحقيق، لان هذا التهاون بصحه المواطنين. باش يكون شخص مصاب او فقط في مرحله الشك والنتائج ديال التحاليل مازال ما خرجاتش، فمفروض انهم يحميوا المواطنين، ما يخليو حتى شي واحد يدخل باش ما يتزادوش الاصابات. ما عرفناش هذا الشخص اللي للامام الان واش هو حامل للفيروس واش تعادى ولا لا، وشوفوا شحال من واحد واقف حداه. لعلم الله ما نسلم البارح وفين كان. الامور لا تبشر بالخير هاد الايام، يعني على مستوى الصحه في المغرب كنا عارفين شنو وقع في المستشفى المامونيه في مراكش، مستشفى سيدي عثمان بنو رشد مولاي يوسف، الحالات ديال الوفيات غادي في ارتفاع. صحيح ان كاينين اجراءات احترازيه و يعني باش يحدوا من انتشار الوباء، ولكن خاصنا نضامنوا وخاصنا نلقاو شي حل. واش غادي نرجعوا للحجر الصحي؟ الا كان حل من الحلول اننا نرجعوا للحجر الصحي وتنقص هذا العدد ديال الاصابات والوفيات فدابا قبل من غدا، لان صحه المواطن اهم من اي شيء. الى هنا مشاهدي موقع شوف تي في وصلنا نهايه المباشر، بارطاجيو الفيديو وخليه يوصل، تقدر تكون الاب ديالك او الاخ ديالك او الام ديالك في نفس الحاله، بارطاجي نوصلوها للمسؤولين. تبارك الله عليكم وناركم مبروك.